ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الاحد 29 يناير كانون الثاني 2023. لو كنت مرتبط في علاقة بين نبتون والمشتري هتبقى متدلل جدا، وهيوافق كل اسيادك على كل اللي انت بتطلبه انك تعمله في اليوم ده. هيوافق بين مزاج حلو والهام، هتعرف توفق ما بينه ببراعة عشان تعرف تنظم جدولك الزمني بشكل مخصص اكتر. هتقوم بانك تهدئ نوع من انواع الهياج المتصاعد اللي ممكن يظهر عندك واللي ما بيجلبش اي حاجة كويسة. بالنسبة ليك لو كنت اعزب ومش مرتبط هتبقى مليان بالسحر، هيلاحظك كل الناس اللي حواليك في لمح البصر. انت جذاب جدا ودود جدا، مش هتحتاج انك تبذل كتير من الجهد عشان تجذب انتباه الناس، والاصول اللي بتبقى عندك حلوة النهاردة هتجيلك دعوة من خلالها لبيت حد من أصحابك في الوقت المناسب. هتحس من خلالها إنك هتلتقي بشخص مناسب جدا ليك وإنك على حق دايما. بالنسبة ليك صحيا هتبتدي تحس بإبداع، إلهام، رغبة متعطشة في إنك تتكلم ومنفتح على أي اقتراح ممكن يكون بيغير روتينك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة لو كنت بتشتغل هتكون بحاجة انك تهدئ نفسك، في عدم استقرار هيبقى بيجلبه اورانوس ليك، هتبقى بتتململ اكتر بدون سبب واضح، هتبتدي تتحرك. في كتير من الاحيان هتحتاج انك توجه طاقتك وتتجنب تشتيت نفسك اكتر من اللازم. بالنسبة لكل الاشخاص اللي حواليك هتسترخي، هتبعد عقلك عن كل الحاجات الحلوة انت بتكون محتاجها في الفترة. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة هتنسجم الشمس مع المريخ وهتنشطنا وهتدعم كل نشاطاتنا ومبادراتنا ومشاريعنا. كوكب المريخ هيبقى فيه شوية تراجع مؤخرا لكنه هيبتدي يكتسب سرعته بعد كده في تحول مباشر من اليوم ال 12 لغاية اليوم ده. هنعزز تحفيزاتنا وهيساعدنا عشان يكون عندنا طاقة وحيوية قوية، هنكون عارفين نضع خططنا بشكل منفذ اكتر، احساسنا في التوقيت واضح وايماننا بانفسنا هيجيلنا بشكل طبيعي. ممكن يكون الوقت النهاردة مناسب عشان نعمل كل اللي بنحبه، هنتبع شغفنا، هنسعى ورا المتعة بحماس اكبر من المعتاد، هنعزز كل طريق اللي بيبقى في عطارد واورانوس، هيبقى في فكرة نتطلع اكتر للقدام مع الجانب المنفتح لعقلنا. كل ده هيبتدي يعبر منا خلاله عن نفسنا بطرق جديدة مختلفة فريدة.